بسم الله، السلام عليكم. هنبدأ النهاردة هنتكلم على موضوع اللي هو الـ functions. تمام، هنتكلم بقى على الـ operators ويعني ايه one to one functions. فهنا مثلا نفترض ان انا لو عندي هنا في مجموعة من الـ students، والـ students دول بياخدوا discrete math بتاعي، وكل ستودنت مثلا بيبقى ليه جريد. يعني مثلا في ستودنت بياخد A، ستودنت تاني B، ستودنت تالت C. طيب احنا بنقول ان هو عندنا الموضوع ايه هي الفانكشنز. يعني ايه فانكشن؟ الفانكشن ان انا هيبقى عندي ست وفيها جروب، وفي عندي ست تانية فيها جروب. الست فيها جروب يعني عندي ستودنت، مثلا عندي شاهد وشذا ورزان، دي جروب. وعندي ست تانية اللي هي عبارة عن الجريدز A B C D كده F. فأنا عايز أعمل إيه؟ عايز أعمل مابينج أو أعمل أساينمنت للناس اللي هما في الجروبز للستس التانية اللي هي فيها الجريدز. فده إكزامبل بيبقى اللي هو عبارة عن إيه؟ إكزامبل ده بيعبر لي على الفانكشن. يعني لو أنا عندي الـ A والـ B عندي اتنين ستس، والستس دول نون امبتي ستس يعني مش فاضيين، يعني فبعمل اساينمنت لحد اليمنتس من الفانكشن الاولانيه، بعمل لها اساين لاليمنت تانيه من الفانكشن التانيه، او سوري او الاليمنت للستس التانيه، فدي بقول عليها فانكشن. المابنج ده بقول عليه فانكشن. عندي مثلا في عندي ست، الست الاولانيه ايه تمام، والست دي فيها مجموعة زي دي كده مثلا يعني عندي دي ست كده اللي هي دي. ولو افترض ان انا عندي في ست تانية، دي الست التانية دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الجريدز. تمام كده، يبقى انا عندي ست A وعندي ست B وست تانية اللي هي مثلا سي B. انا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اعمل مابينج للست دي، من الست دي للست دي. يعني عايز اعمل مابينج. نعمل مابينج ايه؟ معناها ان انا عايز اعمل اقول ان احمد بياخد جريد ايه، اشرف عنده جريد بي، محمد مثلا واخد جريد دي كده. فالاساينمنت ده اللي انا عامله ده هو اللي بيعبر عنه هي الفانكشن. فالفانكشن بتاعتي دي بنقول عليها ان في هنا فانكشن، والفانكشن دي هي بتعمل اساينمنت للاليمنت اللي هو جوه ست A، بتعمل لي ليها اساينمنت للاليمنت مثلا اللي هي موجوده جوه الايه، جوه البي. ده كده بس انا بوضح بيه ان هو ايه هي الفانكشن. يبقى الفانكشن هي عباره عن الريليشن من الاي للبي، او ممكن اعبر عن الفانكشن دي اللي هي عباره عن مابينج او ترانسفورميشن. يعني الفانكشن دي ممكن اقول عليها ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن مابينج اللي هو ما بين اليمنتس بتوع سيتس لاليمنت بتوع ست ايه؟ اليمنت بتوع ست تاني. انا هنا بس بعمل اكزامبل ان في هنا الاليمنت، بعمل اساينمنت ل 1 اليمنت من ايه ل 1 اليمنت عندي من البي. ده اكزامبل مش اكتر. انا بس بوضحك يعني ايه فانكشن. يبقى الفانكشن ما هو الا اساينمنت، باساين اليمنت موجود في ست لاليمنت تاني موجود في ست تاني. ايه بقى انواع الفانكشن والمابنج بيتم ازاي؟ ده لسه هنبدا نتكلم عليه. هي بيتكلم الفانكشن هي عباره عن الكونسبت بتاع الاساينمنت الاليمنت من اني ست تو اليمنت بتاع اني ست تاني. طيب يبقى انا بقول عندي، لو انا عندي 2 نون امتي سيتس، فبنقول ان الفانكشن عندي فانكشن اف اللي هي عباره، الفانكشن قلنا عليها عباره عن المابنج من الاي تو بي. تمام، من الاي تو بي يعني هي عباره عن بعمل اساينمنت ل 1 اليمنت من البي تو ايتش اليمنت من الاي. يعني باخد 1 اليمنت من البي لكل اليمنت فين؟ في الاي. دي بنكتبها بالطريقة دي كده زي ما انتم شايفين. فبكتب F A بيساوي ايه؟ B. يعني المابنج بتاع ال A equal B، وال B دي element جوه الست اللي هي اسمها ايه؟ اسمها B.
دي الفانكشن ده الرسم زي الاكزامبل بالظبط اللي انا ايه اديته لكم هنا. بس بي 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 بيعمل لها بروبوزيشن، هو بيقول لي هنا ممكن البروبوزيشن بتاعي ممكن اعتبره ان هو فانكشن، يعني هو عباره عن ممكن ياخد تو فاليو، يا اما ترو يا اما فولس. هنا مثلا عندي بروبوزيشن اوبريتور كان بيزيود، ممكن البروبوزيشن بتاعتي ممكن اعتبره ان هو فانكشن، وممكن يعمل له بير من الترو ستيبل، يا اما ترو يا اما ايه يا اما فولس. مثلا هنا اعمل هنا البي دي معناها مثلا it is raining، والاس هي يعني our situation here now. فهنا بيقول ان ايه مثلا ان البي اوف اس، ان هنا البريديكيت بتاعي او البروبابيلتي بتاعه ان our situation اللي هي عباره عن اتس ريننج. فاتس ريننج دي ممكن دلوقتي تبقى ترو او ممكن تبقى ايه، ممكن تبقى فولس. واضح؟ يعني ممكن المابنج بتاعي يطلع لي ان انا عندي فاليو دي ترو ولا ايه ولا فولس. يعني ممكن اعمل مابنج الريزلت بتاعته تطلع لي عندي هنا ترو ولا ايه ولا فولس. مثلا هنا بيقول ادي البريديكيت، هنا مثلا البروبرتي بتاعتي از 7 فيت تول مثلا. طيب عايز اشوف هنا بقى الاكزامبل اللي فات ده بس عندي على مايك، يبقى هنا البروبرتي بتاعت مايك، يبقى مايك نعوض هنا، المفروض هنا نشيل اكس يعني بي اوف اكس مثلا، يبقى اشيل اكس واحط ايه، احط كلمه مايك، يبقى مايك مثلا از 7 فيت تول. هل الريزلت بتاع المابنج ده كتروز فاليو هو فولس ولا ترو؟ فهو ممكن يبقى فولس وممكن يبقى ترو، تبع هنا عندي هل مايك فعلا هو 7 فيت تول ولا لا. البريديكيت نفسه ممكن اعتبره ان هو فانكشن من الاوبجكت، يعني بعمل له مابنج للترو او الفولس، هل فعلا البريديكيت دي او البروبابيلتي بتاعتي متحققه ولا مش متحققه. برضه هنا بيقول ان انا عندي السيت اوف يونيفيرس كان بيفيو ذا فانكشن اوف اليمنت، برضه اليونيفيرس ممكن اعمل لها مابنج ليه، هل الاتش اليمنت عندي موجوده في اليونيفيرس دي ترو ولا فولس. الاس عندي هنا دي سيت، الست دي واخده فاليو مثلا، نفترض ان هي واخده فاليو 3 زي ما هو كاتبها هنا دي كده. الاس عندي واخده فاليو كام؟ دي عباره عن ست جواها القيمه بتاعتي اللي جواها كام؟ 3. هل اس 0 بقى؟ اس 0 هل انا عندي اليمنت 0 اساسا؟ مفيش اليمنت 0، وبالتالي المابنج بتاع اس 0 دي يطلع لي ايه؟ فولس. طيب لو انا عندي اليمنت بيساوي 3، هل فعلا 3 دي موجوده جوه الست؟ اه، فالمابنج بتاعها هيطلع لي هنا ايه؟ هيطلع لي هنا ترو. يعني انا عندي هنا بيقول ايه بقى هنا؟ بيقول عندي ست اوف اوفر انيفيرس، عندي ست، الست دي اسمها ايه؟ اسمها اس. الست الاس دي بيساوي كام؟ هي فيها اليمنت واحد بس اللي هو اسمه كام؟ 3. احنا بنعمل مابنج، المابنج بتاعي بيعمل ايه بقى؟ المابنج بتاعي المابنج هيطلع هل الفاليو بتاعتي بترو ولا فولس؟ ترو ولا فولس؟ طيب المابنج ده بيعبر لي عن ايه؟ بيقول هل الاليمنت بتاعي موجود في الاس ولا لا؟ اي اليمنت في اليونيفيرس هل هو بينتمي للاس ولا لا؟ هو ده المابنج بتاعي، هو ده اللي عايزه هنا في موضوع المابنج، ده معنى المابنج. او بيقول كده فور ايتش اليمنت اوف يونيفيرس whether it is in s or not. فانا لو جيت قلت لك الاس عندي بس بعمل مابنج للاليمنت 0، الزيرو دي بيلونج تو اليونيفيرس صح ولا لا؟ يونيفيرس ايه؟ اه طيب اليونيفيرس ست اللي هي فيها كل الاليمنت بتاعتي اللي هي 0 1 2 3 كل الارقام بقى، فهل الزيرو دي جوه الاس ولا لا؟ لا طبعا الاس مش جوه، الزيرو مش جوه الاس، الاس فيها 3 بس، يبقى ده هنا الناتج بتاع المابنج ده طلع لي ايه؟ فولس. ليه؟ لان الزيرو نوت بيلونج تو او نوت ا ممبر اوف يونيفيرس. طيب لو انا عاد خدت انا اليمنت اللي هو الثلاثه، هل الثلاثه ده هو في اليونيفيرس بس هل هو ممبر في الاس؟ اه نقول يس، يبقى ده طبعا هنا طلع لي الفاليو بتاعته ايه؟ ترو. برضه ممكن نعمل الفانكشن اوبريتور سواء عندي الانترسكشن او اليونيون او عندي اللي هو الكومبلمنت او بناء عليه النيجيشن بتاعي، ده ممكن اعبر عنه ايه هو الانترسكشن بتاع دي ودي كده. تمام، المابنج بتاع الانترسكشن ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن اليمنت 3، لان 3 هي موجوده فين؟ موجوده في التو سيتس دول.
وهنا بس اتعمل ايه بقى دلوقتي؟ عمل ايه؟ هو جينا كتبنا الفانكشن بتاعتي بالترمينولوجيز بتاعتي، بنقول ان انا عندي فانكشن ايه. الفانكشن دي بتعمل مابينج للاليمنتس اللي جوه الايه مع الاليمنتس اللي جوه البي، وكتبناها بالصيغه دي، ان انا لو عندي الفانكشن بتاعتي باخد اليمنت جوه الايه واشوف ايه النظير بتاعه جوه البي، صح؟ فالاي دي اليمنت جوه الايه، والبي هي اليمنت جوه البي، وهي دي الماب بتاع الايه. اتكلمنا الست دي اسمها ايه والست دي اسمها بي. انا بعمل فانكشن، الفانكشن هي عباره عن ايه؟ مابينج. مابينج يعني بجيب انا اكتب كده، بعمل مابينج لمثلا اف بتاعت مين؟ بتاعت احمد. احمد واخد ايه؟ جريد ايه؟ ايه الفانكشن؟ ايه مابينج، صح؟ بعمل ماب ما بين الست الاولانيه والست التانيه. ايه الفانكشن بتاعت احمد؟ بعمل مابينج احمد، بنقي له جريد. احمد واخد جريد ايه هنا؟ واخد جريد ايه. عايز اعمل مابينج للاليمنت، الاليمنت من الايه، واجيب الاليمنت اللي يناظره من البي. فانا هنا عامل مابينج مثلا الاف، اف احمد بيساوي ايه؟ يبقى بيساوي الايه. اف اشرف بيساوي ايه؟ بيساوي البي. اف محمد بيساوي ايه؟ بيساوي الدي. يبقى دي اسمها فانكشن المابينج، بجيب اليمنت في الايه واشوف ايه اللي يناظره الناحيه الثانيه. عندي الاف دي هي دي الفانكشن بتاعتي، والفانكشن دي بتعبر لي عن العلاقه ما بين الاثنين. يعني احنا بنقول على الايه ايه بقى؟ ان هي اسمها الدومين بتاع الفانكشن. يبقى الايه از دومين، يبقى الايه دي اسمها ايه؟ عباره عن ايه؟ بنقول عليها الدومين. امال البي بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها الكودومين. يبقى انا عندي الايه هنا بنسميها دومين، والبي بقول عليها ايه؟ بنسميها كودومين. انا هنا في الـ في 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 القاعده بتاعتي، ان انا بجيب فانكشن بتاعتي بتاع اي اليمنت جوه الايه، نفترض ان هو اسمه ايه، سمول، بيساوي اليمنت جوه البي وسميه بي سمول. الدوم بتاعي كده اهو زي ما انتم شايفين كده، هو عباره عن ايه؟ ان انا عندي فانكشن، يبقى انا الفانكشن بجيب اليمنت جوه الايه، بعمل له مابنج واجيب منه الاليمنت اللي يناظره في الست الثانيه اللي هي عباره عن الممبر الثاني بي. يبقى اي ممبر جوه الست الاولانيه بجيب له المابنج بتاعه جوه الايه؟ جوه الست الثانيه. بي بنقول عليها الايمج، بي از الايمج بي، هي الايمج بتاعت الايه، خلاص. وبنسمي الاي بنقول عليها از بري ايمج للبي، اسمها بري ايمج اوف بي، تمام كده. دي كلها بس مسميات. احنا بنقول الفانكشن اف، الاف هنا نفسها الفانكشن اللي احنا بنقول عليها دي، الفانكشن دي بتعمل ايه اساسا؟ يبقى نقول الاف دي هي عباره عن فانكشن بتعمل مابز الاي تو بي. بالك هنا تاني، ادي الفانكشن بتاعنا. يبقى احنا نشرح الفانكشن تاني. ايه فكره الفانكشن دي؟ الفانكشن هي عباره عن مابنج. فانكشن عباره عن ايه؟ مابنج. المابنج ايه الايه؟ بتماب الاليمنتس من ست لست تانيه، بتماب الاليمنت بتاع ست لست تانيه. الست الاولانيه هي عباره عن، نفترض ان هي ايه والست التانيه اسمها بي، يبقى انا بعمل مابنج الاليمنت بتاع الست ايه للاليمنتس اللي موجوده في السيت بي، بربط ما بينهم، يبقى في علاقه بتربط ما بينهم. ايه اكزامبل ليهم خدناهم؟ اللي هو عباره عن ان في هنا دي اسامي الناس اللي موجودين جوه جروب مثلا، ودي جريدز الثانيه جريدز، فكل واحد ممبر في الجروب دي بياخد جريد، ممكن يطلعوا الاثنين نفس الجريد، ممكن يطلعوا مختلفين وهكذا. فيبقى انا بعمل فانكشن بتماب ست element جوه ست لاليمنت جوه ست تاني. فاحنا بنكتب المابنج ده ازاي؟ بكتبه بالطريقه دي، بكتب الفانكشن هي عباره عن بتماب الايه للبي. لما هنا بقى نقول على الايه بقى، الست الايه دي بنسميها ايه؟ بنسميها الدومين. ونسمي الست البي بنسميها الكودومين. الدومين هو ده السورس، والكودومين هو التارجت بتاعي. يعني لو قلبتهم من بي تو ايه هيبقى البي هو الدومين والايه هو الكودومين.
يعني ابقى مبني لاني دايركشن، من الاي للبي ولا البي للاي؟ الاولاني دومين. واخدنا اكزامبل تاني، انا عندي رحت سوبر ماركت عندي شاي وقهوه ونسكافيه ومش عارف ايه، والبي دي الاسعار بتاعتهم، والبي هي الاسعار 20 ريال 50 ريال 30 ريال وهكذا. الاولاني بعمل مابنج ايه؟ بعمل اسامي اسم الصنف وبعمل له مابنج للسعر. يبقى لو انا اسمه دومين والتاني اسمه كودومين، بس كده اللي يجي الاول هو اسمه دومين على طول، هو ده اللي احنا بنوضحه هنا. لو انا مسكت بقى اليمنت اليمنت عندي، فباجي بصفه عامه لو انا اي اليمنت بلونج تو اي اسميه اي سمول، واي اليمنت بلونج تو بي اسميه بي سمول زي ما انتم شايفين كده، تمام. فانا بعمل بابنج، بجيب الفانكشن بتاع الاي سمول عشان اطلع منه البي سمول، صح؟ زي هنا اهو كود، اعتبروا ان الاي سمول اسمها احمد، اللي ناظرها هنا اسمها ايه؟ اي، اللي هي ايكويفالنت البي دي. لو انا عندي الاي سمول اسمها اشرف، اللي ايكويفالنت ليها ايه؟ البي سمول بتاعتها اسمها ايه؟ اسمها بي كابيتال دي، الجريد بي. محمد ايكويفالنت للبي. فانا بعمل ماب للاي اطلع منه الايكويفالنت اليمنت اللي قصاده في الست الثانيه اسمه بي سمول. طب الاي سمول ده بقول عليه ايه؟ بنسميه بري ايمج للبي. طب والبي بنسميه ايمج للاي. يعني ايه الايمج بتاعت احمد جوه السيت بي اللي هو الايه؟ ايه الايمج ل مثلا بتاع محمد جوه السيت بي؟ يبقى اسمه ايه؟ اسمه الدي. الايمج الحاجه اللي الصوره بكأن الصوره بتاعته يعني، ماشي؟ او الاليمنت اللي يناظره في السيت الثانيه. البري ايمج بالعكس، لو انا جبت لك سيت، جبت لك البري ايمج بتاع الاليمنت ايه هو احمد، والبري ايمج بتاع الاليمنت بي هو اشرف، والبري ايمج بتاع الاليمنت دي هو محمد. يبقى البري ايمج العناصر اللي تقابل العنصر الموجود في السيت الثانيه من السيت الاولانيه، هو ده اسمه البري ايه؟ بري ايمج. فهو ده اللي بيقول عليه بقى، ان هنا الاي هي الدومين بتاع الاف خلاص، والبي كودومين بتاع الاف، والبي هي الايمج بتاع الاف الاي، والاي هي الايمج بتاع البي. هو ده الكلام اللي احنا ايه شرحناه قبل كده. يعني هو الحته الاخيره دي بس كده بيقول لك عندي الرينج، بيسمي حاجه اسمها الرينج اللي هو الار، اللي هو عباره عن ايه؟ الرينج عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن الاليمنتس، كل الاليمنتس اللي هي بتاع السب سيت اللي جوه البي، اللي هي بتنتمي للفانكشن اف. يعني هنا بيقول في اليمنت اسمه بي لكل عنصر موجود من الاي، بحيث ان الاف ايه بيساوي البي. الار اللي هو الرينج، الرينج هنا بيساوي ايه؟ هو عباره بيقول لك سبسيت من البي، سبسيت من البي اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو الاي والبي والدي، هو ده الرينج بتاعي، صح ولا لا؟ هو انا خدت كل العناصر؟ ما خدتش كل الايه؟ ما خدتش كل العناصر. يبقى العناصر اللي حصل لها مابنج بس هي دي اللي بقول عليها ايه؟ بنقول عليها الرينج. يبقى الرينج هو عباره عن ايه؟ العناصر اللي حصل لها مابنج فقط، بقيه العناصر فيها عناصر ايه؟ زي السي والاف ما خدتهاش في الاعتبار. اتكلم الرينج ده بيبقى من الايمج، الايمج من السيت الثانيه يعني. مش الار دي هي عباره عن سب سيت اوف بي؟ الار دي سب سيت كده منين؟ من البي. يبقى من الايمج بس، ماليش دعوه بالاي خالص. اهو الاي هي عباره عن سب سيت اوف ايه؟ اوف بي. اهو هنا كاتب حتى هو بيقول هنا الرينج بتاعه الفانكشن مايت نوت بي اتس هول ايه كودومين، يعني زي الاستيتس اللي احنا عملناه بالظبط، نفس الحاله ممكن ما تبقاش كل الكودومين. ليه؟ لان العامل مابنج ما خدليش كل الكودومين. عامل هنا اكزامبل بيقول هنا سبوز ذات اي ديكلير تو يو ذات اف هي الفانكشن بتاع المابنج بتاع الستودنت في الكلاس للجريد. هو ده الفانكشن، ده الاكزامبل اللي احنا بنشرح عليه، ماشي؟ بعمل هنا الفانكشن الاف هي عباره عن ايه؟ لازم اوصفها، هي عباره عن مابنج، بتماب ايه؟ بتماب الستودنتس للجريدز، والجريد عندي من ايه لاف. يبقى عندي هنا الكودومين هو الجريد، والدومين هو طبعا الاسامي الايه؟ اسامي الستودنتس. سبوز الجريد تيرن اوت اول ايز اند بيز، بيقول لك افرض ان الجريد بتاع كل ستودنت هم يا اما ايه يا اما بي. يبقى الرينج هو عباره عن سب سيت اللي هي A و B، نفس الاكزامبل اللي احنا خدناه بالظبط. طب وانا بس بيتكلم ان احنا برضو ان احنا ممكن نطبق الموضوع برضو اللي هو اليونيون والانترسكشن والنيجيشن، كل ده ممكن نطبقه على برضو على موضوع المابنج بتاع الفانكشن ده. اف دوت
is any operator over b, then we can extend the dot to also denote the operator over a function a to b. هو هنا بيتكلم برضو على موضوع اللي هو الدوت عملت multiplication يعني او ending, ده ال end operator ما بين اتنين function. فانا ممكن اطبقها عندي هنا b اللي هو عندي multiply b كده equivalent to b and the function f و g مش عارف a و b و define f a g. يعني هو هنا عامل المابنج بتاعي عندي f, عامل مابنج فانكشن اسمها f فانكشن تانية اسمها g وعامل الملتبلاي بتاعهم. يعني هو ايه, بص معايا كده عشان دي مش واضحه قوي, هو عامل فانكشن الاولانيه بتعمل مابنج للاي للبي, ده مابنج, وعامل فانكشن تانية اسمها g ودي برضه بتعمل مابنج من الاي للبي برضه, بس دي بتعبر عن حاجه واكيد دي بتعبر عن حاجه تانية يعني. فانا لو هضرب المابنج الماب الاولانيه في الماب التانية ايه اللي هيحصل؟ بس هو ده اللي بيقول عليه, يعني احنا بنوزع الضرب برضه بنوزعه. يعني هو عمل ايه بقى, هو هنا جاي بص معايا كده عمل مابنج, يعني لما اضرب الفانكشن الاولانيه في التانية الريزلت بتاعهم هيبقى عامل ازاي, فاجيب الماب بتاع الاولانيه واضربه ملتبلاي الماب بتاع الايه, الماب بتاع التانية, يبقى هو عمل ماب اسمها اف وماب تانية اسمها جي. خلاص, فانا لو قلت لك انا عايز اعمل ايه بقى كده, عايز اعمل اف مثلا دوت جي كده, دي معناه ايه, دي كلها كده اف وجي دي كلها, دي كلها ماب في الاليمنت بتاع ايه اللي هو ممبر في الايه في الست اسمها ايه, فدي ايكويفالنت لايه, فاروح انا اجيب الاف ايه لوحدها واضربها في الجي ايه لوحدها. هو ده اللي بيقول عليه. برضو نفس الموضوع اللي هو عندي البلس والتايمز برضو بتتوزع نفس الكلام. لو انا عندي هنا فانكشن اسمها اف وفانكشن تاني اسمها جي وما بينهم بلس, فانا هعمل ايه, اجيب الفانكشن الاول الماب بتاع الفانكشن الاولانيه واعمل لها بلس الماب بتاع الفانكشن التاني. لو هعمل ملتيبليكيشن نفس الموضوع, اجيب الفانكشن الاولانيه واعمل لها ملتيبلاي الفانكشن ايه التاني. فهنا الكومبوز هو عباره عن ايه, لو انا عندي فانكشن زي ما انتم شايفين كده, فانكشن اللي هي ايه بتعمل مابنج من الاي لبي اللي هي اسمها جي دي كده, وفانكشن تانية اسمها اف بتعمل ماب للبي سي, واضح كده؟ يبقى عندي تو فانكشنز, واحده بتعمل ماب من الاي لبي واحده تانية بتعمل مابنج من البي سي. طيب في سبيشال اوبريتور, اوبريتور بنقول عليه اسمه او, الاو ده اسمه ايه اللي هو عباره عن اسمه كومبوز. يعني ايه كومبوز؟ يعني في دي فانكشن مركبه ما بين اتنين فانكشنز تانيين, يبقى هنا النتيجة بتاعتي بتاع الفانكشن المركبة دي هي عبارة عن ايه, بتعمل فانكشن جديدة, الفانكشن الجديدة دي هي عبارة عن بعمل كأني بعمل فانكشن للفانكشن. اهو بص معايا شايف الساين دي كده, الاف كومبوز جي دي معناها اف كومبوز جي يعني ايه, يعني هروح اجيب الجي اوف ايه الاول, الجي اوف ايه كده, وبعدين اللي يطلع منها هعمل ابلاي عليها فانكشن تانية, والجي اوف ايه دي كلها اعتبرها بالنسبة لي اللي هي ايه تعتبر كأنها البري ايمج, يعني الجي اوف ايه دي كلها كده اعتبرها البري ايمج بتاعتي, وهابلاي عليها فانكشن تانية اسمها ايه, اسمها الاف. فالساين بتاعتي بتاع الاو الاو الكومبوز دي فعبارة عن ايه, اخد على الناحية اليمين دي الاول اجيب الفانكشن بتاعها اعمل المابنج بتاعها زي ما انت شايفين كده جاب الجي اوف ايه, وبعدين اللي يطلع هابلاي عليه الفانكشن الايه الخارجي. طبعا المابنج ده مش ميتشوال يعني او مش كوميوتيتيف, يعني بمعنى ايه, يعني لو انا عملت اف كومبوز جي دي مش معناها بتطلعنيش نفس النتيجه لو عملت جي كومبوز اي اف. لو انا عندي هنا بيقول الفانكشن بتاعتي بتعمل مابنج من الاي للبي والاس دي عباره عن سبسيت اوف اي, يعني انا عندي هنا اس هي ايه سبسيت اوف اي, هنا بيقول الايمج بتاعت الاس, الايمج بتاع الاس والاس اعتبريها ان هي جوه الايه, جوه الايه, صح ولا لا؟ فاكيد الايمج بتاعت الاس دي هتطلع سبسيت اوف ايه, اكيد هتطلع سبسيت اوف بيها كمان. هو كاتب ان الايه الايمج بتاعت الايه هي البي, يعني هو بيعمل مابنج ما بين اتنين ست, واحده اسمها ايه واحده اسمها بي, وراح جايب تاني سبسيت اسمها اس, سبسيت الاس, الاس دي ممبر ايه, جزء منين, سبسيت اوف ايه. نفترض ان الاس اسمها اشرف ومحمد, ايه مش هنا عندي هنا الاس دي هي سبسيت اوف ايه ولا لا؟
فانا لو قلت لك انا عايز اجيب الفانكشن ما بين من الاس للبي كده، يبقى المابنج اللي هيطلع من هنا، هيطلع من هنا اكيد هيبلونج تو مين، هينتمي البي صح ولا لا، لان الاس هي جزء من الاي اساسا، والنتيجه بتاعت المابنج بتاع الايمج هتطلع من البي، يبقى اكيد النتيجه بتاعت المابنج بتاع الاس هيطلع برضو ممبر فين، في البي. تاني يبقى انا عندي هنا لو عملت مابنج من A ل B يبقى النتيجه بتاعت المابنج كل اليمنت في الA ينظروا في حاجه هنا في البي. طب لو انا جبت سب سيت من الA زي الاس دي، يبقى اكيد المابنج الريزلت هو كمان هيبقى جزء منين، هيبقى سب سيت منين، من البي. يعني الريزلت من هنا هيبقى عباره عن سب سيت منين، من البي. خلينا هنا بقى بياخد اكزامبل، انا عندي هنا الA والB، الA هي عباره عن سيت بتتكون من الليترز دي، والبي هي عبارة عن ست بتتكون من ارقام، وعامل هو المابنج ده، شايفين المابنج ده هو اللي عامله اهو، اف اي بيساوي 2 واف بي بيساوي 1 واف سي 4. احنا بقى احسن حاجة تعملوها للمابنج تعملوا ايه بقى، نعمل نحط الاليمنت بتاعت كل عنصر من العناصر بحطهم فيرتيكال. يعني ايه احطهم فيرتيكال؟ يعني بص معايا كده، هعمل هنا نقطة كده وهكتب هنا ايه، وهعمل نقطة هنا كده وهكتب هنا بي، وهعمل نقطة كده ونحط هنا سي، وهعمل نقطة كده وحط هنا دي، وهعمل نقطة كده ونسميها ايه، وهعمل على الناحية اليمين هنا كده عندي واحد، وهعمل اتنين، وهنعمل تلاتة، وهنعمل اربعة. هعمل مابنج الايه الايمج بتاعتها 2، فهتقوم عاملين سهم كده، الاي الايمج بتاعتها 2، البي الايمج بتاعتها 1 اهي، السي الايمج بتاعتها 4 اهي، الدي الايمج بتاعتها 1 هي كمان كده، الاي الايمج بتاعتها 1 هي كمان كده، تمام كده. يبقى كأن ده عملت انا مابنج كل واحد في الاي وجبت له الايمج بتاعته في البي. فهو بيقول هنا بقى الايمج بتاعت السب سيت اللي هي بي وسي ودي، يبقى البي دي والسي والدي الايمج بتاعتهم ايه؟ الرسمه دي على طول كده اللي هي عباره عن 1 او 4 صح ولا لا؟ هتلاقيها هنا ايه؟ 1 يا 4 اهو. يبقى الايمج بتاعت السب سيت اللي اسمها اس دي هي عبارة عن حاجة من الاتنين، يا اما الناحية دي المابنج يا اما بيطلع لي واحد، يا اما بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي اربعة. طيب لو جينا دلوقتي نتكلم على ال 1 to 1 function، ال 1 to 1 function بنطلق عليها كلمة injective او add injection. لو كل عندي، لو كل element موجود في الرينج عنده واحد بس بري ايمج، تمام، كل اليمنت موجود في الرينج عنده بري ايمج، فدي بنطلق عليها 1 تو 1 ايه فانكشن. ودي معناها ايه الجمله دي؟ معناها ايه؟ معناها ان كل 1 اليمنت موجود في الدومين يناظره اليمنت واحد فقط موجود في الرينج. برضو معناها تاني ان لو كل اليمنت موجود في الدومين از انجكتيف موجود ل element يناظره موجود في الرينج، بس يكون different element. يعني ما ينفعش اتنين element موجودين في الدومين ياخدوا element واحد في الرينج. فممكن نشوف example. طيب لو بصينا عشان نشرح الكلام ده، لو بصينا عندنا في الاكزامبل اللي قدامنا، انا عندي هنا x، والx ده كفاريبل بياخد قيم يا اما a يا b يا c يا d، وده كده بنقول عليه ايه؟ الدومين، عشان كتبت لكم هنا الدومين. طيب الاف اكس هي الفانكشن المابنج بتاعت الفاريبل اكس، وهنا عندي ده الرينج بتاعي، هنا بياخد قيم يا اما 1 2 3 4 5. فلو جيت انا بصيت لقيت نتيجه المابنج ده ان ايه هنا بتاخد ما يناظرها 4، وبي يناظرها 5، وسي يناظرها 1، والدي يناظرها 3. فهل الفانكشن بتاعتي دي هل هي 1 تو 1 فانكشن؟ نعرف ازاي؟ لو جيت بصيت لقيت لكل فاليو مختلفه او قيمه مختلفه في الرينج هنا
بيحصل لها مابنج لقيمة أخرى مختلفة في الدومين. يعني الواحد هنا قصادها السي، يبقى كل قيمة هنا ليها بري ايمج واحد مختلف عن الآخرين. يعني هنا دي التلاتة واخدة دي، الواحد واخد السي، الأربعة واخدة ايه، الخمسة واخدة بي. كل قيمة من هنا ليها ايمج واحدة فقط، وكل هنا ايمج موجودة هنا ليها بري ايمج واحدة فقط مختلفة. تمام كده؟ يبقى كل element هنا في الدومين بياخد قيمة مختلفة في الرينج. كل element يعني هنا كل العناصر ليها قيمة مختلفة تناظرها. البي ده ما ينفعش اقول لك البي ده ملوش، لا لازم البي يبقى ليه قيمة والسي لها قيمة والاي وايه، بس كلهم قيم ايه مختلفة. طيب هنا في السلايد اللي بعده بيدي لك اكزامبل عن ال 1 to 1 function. فهنا بيقول السؤال، بيقول لي حدد ان الفانكشن اف اكس دي اللي هي ايكوال اكس سكوير، هل هي دي اللي هي بتتكون من سيت اوف انتجرز تو ذا سيت اوف انتجرز، هل هي 1 تو 1 ولا لا؟ تمام. فهو الحل هنا بيقول اللي هي ليست 1 تو 1 فانكشن، نوت 1 تو 1 فانكشن. ليه السبب؟ هو كاتب السبب هو النتيجه ان اف 1 ايكوال اف ماينس 1 ايكوال 1. تمام كده؟ وهنا بات 1 نوت ايكوال ايه 1. دي معناه ايه؟ ان انا كل element عندي هنا في الدومين هو المفروض يبقى ماب لديفرنت element موجود في الرينج، ولكن هنا حصل ان كل element هنا هو واخد مابنج الايه لفاليو واحده فقط. الاثنين هنا ديفرنت بس خدوا مابنج لفاليو واحده. فممكن نعملها بالرسمه زي ما عملنا المثال اللي فات، وهنشوف مع بعض دلوقتي. طيب فخلينا احنا نقلنا السؤال هنا وهنحله مع بعض دلوقتي. فهنا بيقول لك determine whether الفانكشن دي تمام from a set of integers to a set of integers. فانا رحت عملت set of integers كده vertical، وعملت set of integers vertical تاني. ادي 0 1 2 وهكذا 3 4 عملتهم نقط، و0 minus 1 minus negative 1 negative 2 نقط نقط نقط، ونفس الموضوع. يبقى انا عندي set of integers هعمل لها mapping لست of integers تاني. يبقى ده عندي الدومين، وده كل ده عباره عن الرينج. الفانكشن بتاعتي الاف اكس هنا، وده الاكس بتاعي. الاف اكس هنا عباره عن ايه؟ اكس سكوير. يبقى دي هنا ايه؟ اكس سكوير. طيب فانا جيت عوضت هنا مره الاكس، حطيتها بواحد وشفت ايه الريزلت. يبقى اكس بواحد، اشيل الاكس هنا واحطها بواحد، يبقى واحد تو ذا باور واحد سكوير يطلع واحد. طب الاكس لو حطيتها بنيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 1 سكوير يطلع لي برضه ايه؟ لو حبيت اعمل مابنج زي ده كده على الرسمه بتاعتنا، لما الاكس ب1، لما الاكس هنا ب1 هتطلع لي المابنج اللي قصادها ايه؟ قصادها 1. تمام كده؟ خلينا ناخد لون تاني مختلف كده، ادي 1 قصادها المابنج بتاعها 1. طب نيجاتيف 1 هنا الاكس بنيجاتيف 1 يبقى الفانكشن بتاعها هتطلع 1 برضه، صح؟ كده. هل دي 1 تو 1؟ لا طبعا. احنا طبعا لو بدأنا على بقية الأرقام، أنا جربت على حالة واحدة بس فقط وأشوفها تنفع ما ولا لأ. فلما جربت على الحالة دي كده لقيت إن أنا هنا كل إيليمنت هنا المفروض يبقى، عشان يبقى 1 تو 1 يبقى ماب لديفرنت إيليمنت هنا. فهنا ده الكلام ده ما حصلش، لأن الاتنين إيليمنت دول حصلهم مابنج لنفس الإيليمنت فين؟ الناحية التانية اللي هو 1، وبالتالي كده دي أصبحت ليست 1 إيه؟ 1 تو 1. طيب بعد كده هو كتب هنا اشكال مختلفه لحاله اللي هي 1 تو 1 وحاجه ثانيه اسمها اون تو. تمام. فخلينا نشرح الكلام ده كده على رسمه مع بعض. يبقى انا عندي في حاجه اسمها 1 تو 1 فانكشن، دي معناها ايه؟ ان كل element different element موجودين في الدومين بتاعي بيتقصين ليهم different values موجودين فين؟ في الكودومين. واضح؟ اه. زي ايه؟ اتقسم ليها 4، البي اتقسم ليها 5، السي 1، الدي 3. مش مهم عندي ده، المهم كل واحد من الناحيه دي بيتقسم لي ديفرنت فاليو من الناحيه الثانيه، ده بقول عليه 1 تو 1 فانكشن. طيب النوع الثاني، ها الحاجه الثانيه اللي احنا بنقول عليها ايه؟ يعني ايه كلمه اونتو؟ كلمه اونتو معناها ان اي كل فاليو موجوده في الكودومين بيبقى ليها بري ايمج. فهل ده كده اونتو؟ لا مش اونتو. ليه؟ لان اتنين دي ملهاش بري ايمج. طيب الشكل اللي على اليمين ده هل هو ده 1 تو 1؟ لا مش 1 تو 1. ليه؟ لان 1 تو 1 قلنا كل
different value هنا بيتأساين ليها unique value في الناحية التانية. بس هنا عندي تلاتة متأساين ليها two different pre-image يبقى دي كده not one to one. طب هل هو ده أنتو؟ هنقول اه أنتو. ليه؟ لأن هنا كل واحد موجود في الكودومين ليه pre-image. فده كده عشان كده ده اسمه ايه؟ ده كده أنتو. طيب النوع التالت ده الشكل ده عبارة عن الحالتين أنتو لأن كل different value هنا assigned ليها unique value في الكودومين، وكمان أنتو لأن كل واحد في الكودومين ليه pre-image هنا. طب الشكل الاخير ده لا اونتو ولا 1 تو 1. طب هو مش 1 تو 1 ليه؟ لان الثلاثه دي متقصين ليها تو ديفرنت بري ايمج. طيب وده مش اونتو ليه؟ لان اربعه دي ملهاش ايمج بري ايمج. تمام كده. طيب بعد كده احنا هنا نتكلم على حاجه اسمها sufficient conditions for 1 تو 1 ايهنس. دي معناها ايه؟ عايزين هنا نشوف الفانكشن بتاعتي هل هي increasing ولا decreasing، وهل هي increasing فقط ولا strictly increasing، وdecreasing فقط ولا strictly decreasing. فاحنا هنشوف تبع الممبرز بتوع الفانكشن بتاعتي او الاليمنتس بتوع الفانكشن اللي هو الاكس والواي، هنبدا نحدد هل هي الفانكشن دي increasing ولا decreasing. فهنا بيقول الفانكشن بتاعتي increasing if and only if ان الاكس ده عباره عن element في الفانكشن اكبر من الواي، والمابنج بتاع الاف اكس اكبر من او يساوي الاف واي، فدي بنقول عليها increasing. طب لو هي اكبر بس زي الحاله اللي تحت دي كده فدي بنقول عليها strictly increasing. نفس الموضوع لو عندي هنا الفانكشن بتاعتي بيبقى decreasing امتى؟ لو الاكس اكبر من الواي نفس الشرط ده، هو نفس الشرط ده بس في الحالة تانية المابنج بتاع الفانكشن بتاعتي هي أقل من أو يساوي الفانكشن بتاع الواي. الفانكشن بتاع الإكس أقل من أو يساوي الفانكشن بتاع الواي. طب إمتى تقول استريكتلي ديكريزنج؟ أو الفانكشن بتاع الإكس أقل فقط. ماشي؟ فعايزين نشوف الفرق هنا بين دي ودي، إن دي أقل من أو يساوي دي إيه؟ أقل فقط. ماشي؟ يبقى أنا عندي اتنين إيليمنت الإكس والواي. الإكس والواي دول عبارة عن إيه؟ يبقى دول اتنين element موجودين في الدومين. احنا بنتكلم دلوقتي على increasing والdecreasing، فالاكس والواي قلنا اتنين element في الدومين، فلا بس شرط الاكس اكبر من الواي. لو جبت الفانكشن بتاعت الاكس لقيتها اكبر من او سواء الفانكشن بتاع الواي يبقى اسمها increasing، لو اكبر من بس يبقى اسمها strictly increasing. والعكس لو جبت انا عندي الاكس اكبر من الواي بس الفانكشن بتاع الاكس اقل من او يساوي الاف واي يبقى دي بقول على decreasing، لو اقل من بس يبقى اسمها strictly ايه؟ decreasing. الكلام ده هنحل معاه example. لو هنا عندي f x بيساوي x square، وال x square دي belong to real number البوزيتيف، بيعمل mapping من r positive لل r positive، هل دي كده strictly increasing ولا لا؟ هو ده السؤال. فاحنا اول حاجه هنفترض ان انا عندي two element، واحد اسمه x والتاني y، بس بشرط هسبوز ان الاكس اكبر من الواي. افترض دايما الاكس اكبر من واي، ما هو هنا في الاثنين افترض ان الاكس ايه اكبر من واي، صح ولا ايه اللي بيطلع اللي بيختلف معايا؟ هل الريزلت بتاعي هو كده ولا هل هو الريزلت ده ولا ده؟ يعني انا عايز اشوف دي، انا الاثنين فرضين نفس الفرضيه بس الريزلت بتاع بقى اكبر ولا اصغر، هو ده السؤال. فانا عملت هنا الاكس اكبر من الواي، طيب هضرب الطرفين في اكس فيطلع لي الطرف الشمال اكس سكوير والطرف اليمين بقى اكس، بقى اكس واي. هنضرب الاثنين هنضربهم في واي، هنضرب اللي فوق ده برضه فين؟ مره ضربته في اكس ومره ضربته ثاني ضربته فين؟ في الواي، فطلع لي المعادله اللي تحت دي كده. طيب الاف اكس اللي هي اكس سكوير كده، اكس سكوير هي طبعا من اللي فوق دي، اللي فوق دي هي اكبر من اكس واي، صح ولا لا؟ طيب والاكس واي اكبر منين؟ من اللي تحت دي، هي اكبر منين؟ من واي سكوير. يبقى الاف اكس هنا هتطلع اكبر من ايه؟ من اف واي، صح ولا لا؟ ما الاف واي هي عباره عن ايه؟ شيل الاكس وحط واي، اهو اف واي بيساوي شيل الاكس وحط واي، طلع لي هنا ايه؟ هنشيل الاكس ونحط الواي، اف زد بيساوي ايه؟ اف زد اهي، شيل الاكس وحط زد هتساوي زد سكوير، صح؟ اهي. يبقى انا عندي هنا هل الاف اكس دلوقتي بما ان الاف اكس اكبر من اكس واي، اهو دي الاف اكس كده
اكبر من ال اكس واي، وفي نفس الوقت ال اكس واي اكبر من ال اف ايه؟ ال اف واي. يبقى ال اف اكس اكبر من ال اف ايه؟ واي. يبقى دي فعلا استريكتلي ايه؟ احنا دلوقتي الاول حاجة الطرفين انا عرفت ان الاكس اكبر من واي صح؟ اللي هي دي كده. بعد ما فرضت ان الاكس اكبر من واي جيت على الطرفين ضربتهم مرة في اكس وضربتهم مرة في واي، فطلع لي الاكويشن دي والاكويشن دي، طلع لي دي ودي كده. تمام؟ طلع لي الاثنين دول اللي عليهم سهم ده وده. طيب انا بقى جبت المعادلة دي الاساسية اللي انا شغال عليها اللي هي فوق دي كده، ودي عبارة عن اكس سكوير. طب ان الاكس سكوير من المعادلة دي كده بيساوي ايه؟ اكبر من الاكس واي صح؟ ايه اكبر من اكس واي. طيب من المعادلة التانية الاكس واي اكبر من الواي سكوير، حطيتهم كلهم في معادلة واحدة كده، استنتجت كده من ده ايه؟ ان الاف اكس هي اكبر من الاكس واي، والاكس واي اكبر من الاف واي، يبقى اذا الاف اكس عندي اكبر منين؟ اكبر من الاف ايه؟ واي. ودي كده معناها ان هي ايه؟ استريكتلي ايه؟ انكريزنج. وشكرا، اتمنى ان يكون الفيديو اعجبكم، برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والمشاركة مع الاصدقاء.